موجودة في هذه الإنسانية وعبروا عنها ومثلوها من خلال كرة القدم. لقطات بكل أمانة جميلة، لقطات نتعلم منها. هنا ابتسامة الفرح أيضا للمنتخب العربي الذي شرفنا بكل أمانة، المنتخب العراقي الذي حصل على البطولة عام 82 وكان أيضا حصل على المركز الثاني عام 2006 في دولة قطر على المركز الثاني. العراق ها هي هذه المرة كأقوى خط هجوم عن طريق أحد النجوم هوار أو الحاضر أمامنا في الصورة قيادة يونس محمود ومجموعة الأسماء الموجودة وكتيبة المنتخب العراقي الذي حصل على المركز الثالث بجدارة، أحد أفضل المنتخبات. أعتقد أن الجماهير العراقية قبل كأس الخليج قبل كأس آسيا تطمئن على هذه المجموعة الشابة، على هذه الأسماء الشابة والرائعة أمامنا. اصطفاف لأصحاب المراكز الأولى، كوريا الجنوبية كوريا الشمالية والمنتخب العراقي، وكل منهم كما ذكرنا مثل بلاده خير تمثيل، مثل بلاده خير تمثيل. بطولة حملت في طياتها الإثارة، حملت في طياتها المتعة بكل أمانة من خلال المشاركات. المنتخب السعودي خرج أمام شقيق المنتخب العراقي والعراق واصلت للمركز الثالث. مباراة نهائية أتت في لحظاتها الأخيرة بأخبارها السارة وابتسمت الأرض لأصحابها والدار لأصحابها بعد أن حرمتهم وحبست أنفاسهم وتوقفت قلوبهم في لحظات كثيرة طوال 120 دقيقة. أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي في لتتويج هنا الفائزين في هذا الحفل الآسيوي، في هذا المحفل الآسيوي، بطولة الآسياد التي انطلقت وجمعت دول الشرق الآسيوي والغرب الآسيوي من عام 51 عندما انطلقت وكانت صرخة الميلاد الأولى لها عام 51 بنيو دلهي، والهند من تحصلت على أول لقب بطولة. بعد ذلك انتقلنا إلى 54 في مانيلا بالفلبين وحصلت الصين على لقب البطولة، ومن ثم 58 اليابان استضافت البطولة وحصلت الصين جمهورية الصين على لقب البطولة. بعد ذلك استمرت إلى أن وصلنا إلى إنشون 2014 وكوريا الشمالية الجنوبية تعانق المجد مجددا وتناصف المنتخب الإيراني في صدارة الذهب بأربع ألقاب. Mr. Dato Horai Makridi, Delegation of FIFA, and Mr. Isopte, President of the Gyeonggi Province Football Association. The bronze medal, Iraq. إذن الميدالية البرونزية للمنتخب العراقي كما ذكرنا تشريف، وكل التشريف بكل أمانة للمنتخب العراقي خلال هذه البطولة وما قدمته العراق خلال هذه البطولة. أمتعونا مجموعة الأسماء اللي شاركت من جانب المنتخب العراقي، قدموا خير منتخب، خير مجموعة شابة قدمت نفسها بصورة ممتازة. يونس محمود القائد والذي يواصل حتى الآن الأرقام القياسية، يونس محمود يحاول الوصول للرقم القياسي لحسين سعيد أسطورة كرة القدم العراقية. يونس محمود في المباريات الدولية الآن يتصدر مع المنتخب العراقي، ويونس محمود الآن يبحث عن رقم قياسي كان يصبح الهداف التاريخي، وهو على مغربة من هذا الأمر في تاريخ كرة القدم العراقية. قبل هذه المباراة اختتم اللقاء وكتيبة المنتخب العراقي بقيادة مجموعة من الأسماء الرائعة عن طريق حارس المرمى الفاضلي، عن طريق اللاعب نديم شباني، عدنان التميمي، ولدينا أيضا سلام شاكر ويونس محمود وهمام طارق، همام أمام اللاعب الذي يعتبر بكل أمانة يعني مستقبل قادم لكرة القدم العراقية وشخصيا انسار على هذا الدرب وواصل على هذا الدرب. أعتقد أن هذا اللاعب سيصل وسنرى لاعبا عراقيا يكون أفضل لاعب في آسيا إن استمر على نفس الدرب الذي سار عليه. الجماهير العراقية خلف فريقها أينما ترحل
علم العراق وكلمة الله أكبر الموجودة فيه كانت الجماهير العراقية خلف فريقة إن لم تكن بأقدامهم فآلافهم بقلوبها بكل تأكيد هناك في عراق مجد خلف فريقها تشجع تؤازر. تمنينا أن يكون المنتخب العراقي في المباراة النهائية ولكن هي أحكام القدر وكرة القدم هي كذلك. والمركز الثالث أيضا مركز ممتاز بالنسبة للمنتخب العراقي الذي يتوشح بالبرونز ولكن بكل تأكيد الترشيح الكبير والقيمة الكبيرة في هذه المجموعة الشابة وهذه الأسماء الشابة التي قدمتها كرة القدم العراقية وبإذن الله على الدرب لأن تعيد ذكرى جيل حسين سعيد ودرجال ومجب الفرطوس الموجود في الاستوديو من ثم جيل بعد ذلك أحمد رافي وسمير كاظم وليه حسين ومجموعة من الأسماء الكبيرة اللي قدمتها كرة القدم العراقية عبر التاريخ الكبير والمجيد للعراق في كرة القدم على نفس الدرب على نفس النهج على نفس الجيل سائر العراق بإذن الله لمكانها الذي اعتدنا أن نراها فيه دوما قيمة كبيرة ورقم ثابت في تاريخ كرة القدم. يونس محمود كما ذكرنا يونس محمود يحتاج الآن يصل 50 هدف يحتاج 11 هدف لأن يصبح أكثر لاعب لعبة في تاريخ كرة القدم العراقية أو 125 مباراة عفوا يحتاج فقط مباراة لأن يصل لرقم حسين سعيد ويحتاج أيضا إلى 11 هدف لأن يصبح الهداف التاريخي لكرة القدم العراقية. العراق الذي تحصلت على بطولة أو بظهور في كأس العالم عام 62 ظهرت بجيل لن ينسى من ذاكرة كرة القدم ومجموعة كما ذكرنا خالدة في تاريخ كرة القدم عبر ذاك الجيل الذي تألق بصورة كبيرة في مونديال المكسيك وبعد ذلك جيل يونس محمود الذي تحصل على كأس آسيا 2007 كأس آسيا 2007 وجيل الأولمبياد جيل 80 84 88 والبطولة الآسيوية انتظار كبير لمجموعة المنتخب العراقي بقيادة هذا المدرب المدرب الرائع حكيم شاكر المدرب الذي سار مع المنتخب العراقي للناشئين سار مع المنتخب العراقي للشباب ويسير مع هذا المنتخب وهذه المجموعة التي اعتاد عليها والتي تربت تحت تدريب المدرب حكيم شاكر. كوريا ايضا بلقب البطولة كوريا الشمالية المركز الثاني واستحق المنتخب هذا اللقب بعدما اقتسم عام 78 لقب البطولة التي اقتسمها مع منتخب كوريا الجنوبية بعد تساوي الفريقان كاد ان يعاد هذا الانجاز مجددا ولكن احكام وقوانين كرة القدم تغيرت في اللحظات الاخيرة والرمق الاخير من المباراة ابتسمت الارض لاصحابها ولاصحاب الدار ولكن قدم مثالا جميلا قدم مثالا رائعا في الانسانية وفي كرة القدم من خلال تقبل الهزيمة من لحظات العناق التي عانق فيها لاعبو كوريا الشمالية كوريا الجنوبية وقدموا مثالا رائعا تتربى عليه هذه النشأ وهذه الاجيال رغم ما أثرته الحرب بسنوات طويلة والبغضاء التي كانت موجودة بين البلدين ها هي كرة القدم تطرح أجمل الأمثلة وأروع الأمثلة الإنسانية من خلال هذه المباراة بين كوريا الشمالية وبين كوريا الجنوبية لم تعانق كوريا الشمالية فض البطولة ولكن عانقت كل معاني الإنسانية. شكرا للزميلة سوار الذهب لأننا طبعا سنتوقف هنا عن متابعة نقل حفل التتويج وتسليم الميداليات يعني سنلقي بعض اللقطات لأنه يبدو طويل جدا ولابد الساعة الخامسة أن يكون هناك استوديو آخر بعدنا ويبدو أننا سنتجاوز الساعة الخامسة لو استمرنا في نقل هذا التتويج يعني في الختام كلمة أخيرة استنتاج نهائي عن هذه الدورة وبينما نشاهد تتويج المنتخب الكوري الشمالي للميداليات يعني احنا كنا نتوقع يعني من خلال الاداء من المباراه الاولى يعني الخمس مباريات كنت اتوقع ان المنتخب العراقي يحرز الميداليه الذهبيه ولكن هاي كره القدم يعني
فيها عوامل كثيره. نعم. واسباب كثيره. نعم. واستحق يعني منتخب كوريا الجنوبي الذهب من خلال اداء منتخب العراق مع كوريا الشماليه ومن خلال. نعم. اداء منتخب كوريا الجنوبيه. نعم. مع الشماليه. نعم. الان الاستحقاق القادم للكره الاسيويه، طبعا نترك كاس الخليج لانها بطوله اقليميه او دوره اقليميه، الاستحقاق القادم هو كاس اسيا في استراليا في مستهل عام 2015. قياسا لهذه الدوره، كيف ترى حظوظ الكره العربيه هناك؟ طبعا الكل عارف ان المنتخبات يعني اللي شاركت من فوق السن يعني كان. نعم. المنتخب العراقي الوحيد هو اللي. نعم. برز بشكل جيد، لكن بغض النظر عن عدد ذلك انا اشوف ان كاس الخليج هي بتشوف بتعطيك المقياس الحقيقي مدى استعداد لكاس اسيا.